خويا انا ولد البرنوسي ولد عمالة البرنوسي 15 عام اخويا انا كندور بالدار وكنقي السيكشور ديالنا وعندي ناس شهود مسؤولين كنعيا معاهم كيدوروا الناس ديال شركات افيردا كنعيا معاهم كنطلبهم تنقول لهم على كارت ديالي انا باغي نخدم وكنطلب الناس مسؤولين يديروا بحث عليا الا ما كايناش هاد الهضره انا ما كنطلب والو انا باغي نخدم على دوك الوليدات على دوك ثلاثه الوليدات انا كنطلب من الناس ديال افيردا الشركه ديال افيردا اللي معنيه في الشطابه انا باغي نخدم اخويا في تشيك ميت انا راه 15 عام وانا كندور بطارو هادشي اللي تنقول كان طارو ديالي انا مدبره فيه انا جايبو مدبرين فيه عطي لي الجوال السيد اللي عطاه لي لا داعي نسميه هاد تعاون معايا عطاني داك الطارو كندور كنجمع الزبل لعباد الله المدخول ديالي كيتعاونوا معايا دوك الناس الجيران ديالي والناس اللي كندور نحيد لهم الزبل ديالهم هما اللي كيتعاونوا معايا في العواش في اي حاجه هاد الشركه ما استفدت منا حتى حاجه ما عندي لا والو ولا لا سينيس لا والو اخويا ما عندي حتى شي لا ضمان اجتماعي لا الضغطيه الصحيه لا والو هاود باب الله كندور نقلب على رزق دوك الوليدات شكون اللي معاون عندي ثلاثه الوليدات عندي هيبه وعندي نعمه وعندي هاجر امهم وعندي الوالده عندنا مرض مزمن عايشه معنا في الدار الدار خلاو لينا الوالدين كتحتاج الدواء ديما كتحتاج الدواء عندها مرض مزمن راهي مريحه دابا حاليا مريحه في دارهم مريضه عيانه شنو كطالب؟ ما كنطالب اخويا انا باغي نخدم باغي نخدم انا في الشطاب وما باغي حتى حاجه منهم باغي نخدم هنا حتى انا نضمن راسي راه عندي وريقه حتى لا ريحت من يجي لانتريت ديالي لقى راسي عندي واحد المبلغ باش نعيش به انا ديك المراه هادشي اللي كنطلب من الناس السيدة خويا تقريبا شي 20 عام هادي وحنا كنعرفوا هاد السيد هذا كيجمع لنا الازبال ديالنا كيدور على الديور كاملين هاد السيد هذا خدام فولونتير ديال راسو ما خدام لا مع شركه لا مع حتى شي حاجه كيدور على الديور كاملين كل صباح كيدور على الديور كيتعاونوا مع الناس داكشي لا قسم الله كيعطيو ليه دفع مسكين هو عنده ثلاث وليدات عنده ثلاث بنيات ودارهم ما بحالهمش ودفع الالفريده وما قبلوش وشحال هو كيدفع ليه شحال هو كيدفع لهم وما كيقبلوش نهائيا وهاد الدري هذا يوميا كيدور على الديور ديال الناس كيجمع من عندهم الازبال وداكشي ما عندوش شي مدخول شهري والو عن الناس هما اللي كيتعاونوا معاه كل واحد محسنين باش ما سخا الله كيحيد ليه مسكين داك الازبال ديالو حاشاك من بعد كيدور معاه هادشي اللي كاين خويا وكنتمناو لهاد السيد هذا كنبغيو هاد الدري هذا بغى يدخل الفريدا بغى يدخل الشركه ديال الازبال فهمتيني هما كيستنسقوش ليه والو قال للشافات قال لاي واحد ما كاينش اللي كيبغى يتقبل منه هادشي وكنطلبوا من الناس ديال الفريدا يتقبلوه الدري هذا كيخدم مزيان وكيخدم بهاد الدروبه كاملين